700 مليار داهم باح كلاهم ودنا كلاهم حفيد نيلسون مونديلا هذاك حفيد نيلسون مونديلا اللي جا كلاهم ضرب 700 مليار المليار ينطح مليار تعرفوا ولا دعي ما تحسبهم المهم هذا حفيد نيلسون مونديلا وهذاك الشان اللي داروه وكذا منه ضربوا فيه 700 مليار جا انا والله القسم الا تلفت قال لك الفراش هذوك الفراش هذوك شراوهم والبيتزا كانت تجي قال لك من العاصمه ما بصح كانوا يجيبوها المهم لا حول ولا قوه الا بالله زيد البرنوز زيد بقاو يدلعوا صحاب لاكاف ومنه ومن هي وفي الاخير خرجنا كيت لا كاس افريقيا 2025 لا كاس افريقيا 2027 لا تنظيم لا شيء المهم راكو تما صافي زيد الاداره ديال اتحاد العاصمه روحت كامله المهم سمعوا هذا 700 مليار وغادي نزيدوا وغادي ندخلوا نهضروا عليها نيشان سمعوا عندنا رقم رهيب ورهيب جدا. ايه بصح قول فين مشى المكتب الفيدرالي السابق ذكروا انه هذه الجمعيه العامه. بصح قول لي فين مشى شكون اللي كلاه؟ ودمي ابو حنيكه ابو حنيكه اخويا قول لي شكون اللي كلاه هذيك 700 مليار روح نجيب هذا الرقم الرهيب ديالك زيد. التي صدقت على التقرير المالي والادبي هذا هو الفكر غير وليد صديري عندنا وحدين غير في ايديهم. او كشم مقردع ورافدين يديهم صادقوا مساكين ما قراو لا قوانين لا ما قراو حتى شي حاجه غير رفدوا يديهم قالوا لهم رفدوا يديكم كلشي رفدوا يديهم صادقوا صادقوا روحوا صادقوا روحوا حنا واش كاس افريقيا خرجنا من الدور الاول صادق عليه الفئات العمريه البنات غير البارح خاص خسروا اربعه هاك واربعه هاك غير صادقوا صافي ابن ما غير صادق راك تما وصافي ثلاث اشهر فقط يعني جمعيه عامه تاع 2023 2023 فيها ثلاث اشهر فقط بدا من 30 سبتمبر يبدا وليد صادي ولكن من جونفي الى شهر سبتمبر كان جهيد زفزاف هو رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم واحد يحصل في واحد وجدت هذه الاتحاديه 700 مليار ديون بفضل تدخل 700 مليار 700 واو واش فهمت 700 مليار قدام حفيظ الدولة الجزائرية وبفضل الاتحادية تم تسديد بعض الديون تقريبا 300 وشي من الديون ولكن 700 باقي لنا في موعد 400 ولا 500 مليار صاحبي راهي ميزانية بلد في افريقيا ربما لمدة عام 700 مليار رقم رهيب ورهيب جدا محمد قاسي سعيد يقال بانه محافظ الحسابات ورئيس الاتحاد تحدث على الشان الاموال التي صرفت في تنظيم الشان الاموال التي صرفت في تنظيم ايضا كاس افريقيا لاقل من 17 سنة الميزانية تاع المدرب السابق للمنتخب الوطني. القجاع والقجاع انت راك نظمت كاس العالم الانديه ونظمت الروينه واش قريت هذا الفلوس هذه كلاوا في المغرب كاس افريقيا النساء واحنا سمعنا فلوس كروز قاعد داوها كاع كلاو جدها المهم وطاقمه تجاوزت 62.9 مليار سنتيم ارقام فلكيه وارقام خياليه مع قاسي سعيد هل ستذهب الامور الى العداله؟ ومن يهضر فؤاد على هذا الشيء يقول لك تراك لا لا حركي انتم راكو دايرين انتم راكو تابعين المغرب انتم راك شوف الفلوس راه تمشي 700 مليار كوا عطاو منها غير واحد 100 مليون هو 700 مليار يا خلي طاركم المهم زيد زيد اللجنه هذيك تاع الجياف هذيك قعدت تقريبا ثلاث شهور في رفاف وفي الرابطه يعني سمعنا كلام قال لك بعثوا وزاره الشباب والرياضه وزاره الشباب والرياضه عاودت بعثت الدوسي هذايا يعني لوزاره العداله وما نستناو هو استنى استنى راه ما كنشوف ما كان لا جواب لا محاسبه انت غير استنى وانا نستنى معك انا راني غادي نستنى معك راه قلت لك ما كان لا محاسبه لا والو 700 مليار باح قدام حبيت نيوز موند لهم شهاده وبقيت تستنى استنى اللجنه غادي يجيبك حقك استنى ما تكون هناك الاسئله اوكي تواه حاجات تدعم وراها نستنى ما في دراسه بعثت الدوسي نشوفوا واش كاين محافظه الحسابات حسب المعلومات التي بحوزتي قال بانه سنعلم النائب العام وكيل الجمهوريه بهذه الارقام هل الامور الان ستسير للعداله حسب رايك؟ تقول تمشي للعداله تسير العداله هي نفس الشيء عداله وجهها وجه واش 700 مليار كلاوها وداوها وزادوها مع عداله لك عاود شوف تدوخوا فينا ولا اي شوف ما كان لا عداله لا والو 700 مليار مشات فلوس هذاك الشان وكذا منا وزاد 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 اسمه محاسبه لها تكون يا زيد زيد تقول بلي تمشي للعداله وين قلت لك انا مقبل كان تكلموا مع وزاره العدل وعطاوها تقارير هذوما لا شوفوا بلي كاين اخطاء كبيره استنى استنى كاين واحد يعني اخطاء وخرجوا اموال بدون سبب ولابد الناس تعاقب تحاسب التعاقب ايه. مع مريض الشيخ رقم فلكي رقم صعيب انك تبدا تحسب فيهم 700 مليار مليار زوج ثلاثه اربعه خمسه وانت رايح باش تلحق 700 مليار ديون اعتقد انه الامور غير طبيعيه تماما بعد كي غير طبيعيه واش عندي تقول؟ واش نسدنا هذا الرقم هذا رقم رهيب رقم كبير بزاف 700 مليار دو دات من بعد واش كاين لاسويت؟ لاسويت لازم تكون فيه محاسبه. ما حسنا والو ما كان والو. خصنا تفرع اديداس ومن بعد ندورو لها. ها يا سي بلا شو قالوا سنة تفرع اديداس اديداس مشاو داروا مشاو جابوا تريكويات ديال الزليج ومنه ومن هي ومن هي باش يبلعطوا الدوله بانه رانا معاكم وكذا منه وداروا لهم تريكويات ديال الزليج باش ينوضوها يشعلوها مع المغرب يعني شوف هما الطبلعات ديالهم ضربوا فلوسها
هذيك اديداس هذيك كانت كلشي مزور، تريكويات جابوهم يعني شراوهم غير والله القسم الا التالي ب 3 اورو ضرب ما قال ضرب في التالي قالوا انتهموا مع هذاك مول الشركه ديرنا واحد شويه ديال 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 الاخر ديال الزلي جات هنا باش نديروا مع والله لا كان نحكي لكم هادشي اللي نحكي لكم انا راه هو هذه هي الحقيقه. داروا هذاك الشيء ضربوا تقريبه وعاود كلاو الاديداس او ضرب انا عاود غادي نشوف نسمع زيد زيد معاك والو خير ساعه وانا ما نامنش وي ولي انا نامن ابن شيخ انا ما نامنش انا ما نامنش انا والله ما نامن ودي سي بن شيخ انا قلت لك انت ما تامنش وانا ما نامنش شكون اللي غادي يامن فهموني شكون اللي غادي يامن تفهمونا انت مشكل ما كان لا محاسبه لا والو اسمي حاسب زيد زيد جوز هكذاك ويقولوا 700 مليار روح قسمة تبليهم تيد فيل ولا يو فيل ولا صار ما كانوا له ودي تسمع على فلي كلوب ما كاش قالوا كاش تعب اليوم نامن تما انا نولي كثير من لجان التدقيق تاع لي زوديت نداروا ما كاين والو النتيجه بعد اليوم الضمير تاعي ما يسمحليش نامن باسكو كان نامن والله بن شيخ انا راك معايا انت انا ما بقيتش نامن انا قال لك اسيدي الماتش يتعاود ديال الكاميرون قلت له ودي ما كانش قال لك اتحاد العاصمه الماتش يتعاود قلت له ما كانش هادو راه فلوس كبيره 700 مليار انا غادي نامن انا ما نامنش ودي سيبني زيد زيد مسؤولين اللي جايح ها ما نامنش عندك الحق اين والله ما نامنش ودي تصوم ولودي في هادي في كاع اللي كلا في الفيديو راه تسمع لنا شحال عندها من لي لافير هادي سمعنا والو ما كان والو اليوم هادي انا والله ما نامن ضربوا فلوس كبيره والله ما نامن ودي السي بن شيخ مع احتراماتي ليك والله ما نامن في واحد. المهم 700 مليار دعم حفيدنا نيلسون مونديلا اتحاد العاصمه الاداره ديال اتحاد العاصمه مشات باي باي. يعني كما قال الاخر والله القسم الى ضربوا سهل ضربوا 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 700 مليار في الشان وفي كاس افريقيا هذيك اللي مشاو داروها ديال ليجيون. انا بغيت غير نسول الفرق ما بين دوله دير دير تظاهرات وعندها تخطيط ودراسه مع فرق مع وحدين يديروا تظاهرات باش يديروا الصداع ويقولوا للدوله احنا هنا ونجيبوا واحد يهضر لنا هضره ماشي مليحه في وسط الصداع ومع على جوارينا ونوضوا المشاكل ومنا ومن هنا وبالتالي يدي الملايير ونلقوا حنا كريدي. فهموني انا هنا راني انا هنا راسي تشوكا يعني كريتو فلوس صحيحه ديال الاديداس الاديداس درتو تريكويات ديال الزليج قلتو باش الدوله ترضى عليكم ما عرفتش شكون اللي فداو شكون اللي رضى عليكم لانه رانا ننافسوا المغرب على ركن المهم شوفوا اللي بغى شي حاجه يهضر على المغرب اللي بغى شي حاجه درك هما داروا هذاك الشيء باش 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 ينوضوا الصداع مع المغرب والمغرب ينوضوا وداروا هذيك الحمله على اديداس باش يديروا البوز باش يغطيو على الملاير اللي كلاوهم ويزيدوا شويه يتمشاو واحد الشهوره تمشاو اليوم تفضحت الباز كاع 700 مليار كلاوهم ولكن شو غادي يحاسب انا هذا هو المشكل. انا ما نامنش ودي السي بن شيخ انا والله ما نامن الملاير داوهم كلاوهم اتحاد العاصمه الاداره ديالها روحت والجمهور مسكين بقى غير هو واللعبه قاعدين يتفرجوا واحد في واحد ست نقاط مشاو الكاس كاس الكاف مشى الكاس الجمهوريه مشى البطوله مشات وهما قاعدين يتفرجوا غادي مازال تجي العقوبات ديال العامين ما يلعبوش يعني هنا هذا هو كل شيء مشى. المهم خاوتي تهلاو في راسكم السلام عليكم 700 مليار بح.